المراكز الحيوية مرة أخرى في مرمى الطائرات الروسية بعد قصف المستشفيات ومراكز الدفاع المدني. يبدو أن الطائرات الروسية اختارت هذه المرة هدفاً أكثر دموية، ألا وهو المدارس، لتوقع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المدنيين. 26 شهيداً، بينهم 16 تلميذاً، وعشرات الجرحى قضوا في بلدة حاس بريف إدلب إثر استهداف الطيران الحربي الروسي بالصواريخ المظلية 3 مدارس إضافة لمجمع سكني. نفذ الحرب حوالي 4 تنفيذات في بلدة حاس. بعد نداءات الأهالي توجهنا للمكان، كانت المنطقة المستهدفة في منطقة مدارس، منطقة سكنية. أثناء وصولنا مباشرة وصلت حربية ثانية لنفس المكان ونفذت 4 غارات. الحمد لله الله سلمنا من هالغارات هاي. أغلب الشهداء كانوا شهداء أطفال مدارس، كانوا في المدرسة، لأنه الغارات كلها تمركزت على منطقة المدارس ومنطقة سكنية. مصادر طبية قالت إن حصيلة الشهداء مرشحة للارتفاع في ظل وجود عدد كبير من الحالات الحرجة بين الجرحى. كتب ودفاتر وحقائب بقيت على قارعة الطريق لتحكي قصة أطفال حلموا بيوم آمن قريبا من العلم بعيدا عن الدم، بينما بقي من يتساءل بأي ذنب قتلوا. أشهد هذا دم أطفال، دم أطفال، هذا محرم. مرة بعد مرة يؤكد الطيران الروسي أن أهدافه الدقيقة التي يزعم أنها تستهدف المناطق العسكرية ليست سوى أهدافا مدنية منتقاة بعناية، بينما يبقى سكوت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم المظلة التي تحمي القاتل وتبقيه مستمرا بارتكاب المجازر دون حساب.